الميادين نشرة مفصلة للأنباء، أهلا بكم. والبداية مع العناوين. واشنطن تصف محادثات العودة للامتثال إلى الاتفاق النووي بأنها لا تسير على ما يرام، وباقر كاني يؤكد للميادين أن المسودات الإيرانية ستكون أساس المفاوضات. قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في القدس المحتلة ونابلس وجبل صبيح. الجيش واللجان يسيطرون على مواقع جديدة في منطقة اليتامى شمال شرق اليمن، ويحرزون تقدما في عملية عسكرية بمنطقة جيزان جنوب السعودية. أنتونوف يحذر من أن العضوية المفترضة لأوكرانيا في الناتو تتجاوز الخطوط الحمر للمصالح الوطنية الروسية. كوبا تندد بقرار الولايات المتحدة إبقائها على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. وفي النشرة أيضا، أبيدجان خليط من المجتمعات ومزيج من الحضارات المتنوعة من حول العالم. أهلا بكم. قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إن العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني لا تزال غير مؤكدة، وأضاف إن ما تحقق في الجولة الأخيرة أفضل مما كان متوقعا، لكنها كانت أسوأ مما كان ينبغي أن تكون. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إن المحادثات بشأن عودة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي لا تسير على ما يرام، وأضاف إن الولايات المتحدة نقلت عبر الأوروبيين إلى إيران انزعاجها بشأن تقدم طهران في برنامجها النووي. وكانت اختتمت في فيينا الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران ومجموعة الأربعة زائدا واحدا والاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى نص مشترك للبحث في الجولة المقبلة المتوقعة قبل نهاية العام الحالي. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أكد للميادين أن الطرف الغربي استجاب لمطالب الوفد الإيراني وأدخل مقترحات طهران خلال الجولات السابقة في الجولة الجديدة. مصاصي. لن يبتعد المفاوضون كثيرا عن قصر كوبورغ في فيينا، فرصة قصيرة لالتقاط الأنفاس وقضاء عيد الميلاد قبل استئناف المحادثات. الفرصة سانحة للبناء على ما أحرز خلال هذه الجولة من تقدم للمضي قدما. الجولة السابعة انتهت بتفاهم رئيسي أساسه دمج المسودات كافة والعمل عليها لتكون أساسا في محادثات الجولة المقبلة التي يأمل الجميع أن تكون الأخيرة. هاتان المسودتان بإمكانهما أن يكونا أساساً للمفاوضات خلال الجولة الجديدة، بالإضافة إلى قرار الأطراف الأخرى بأن تكون المسودات الأخرى أساساً للمفاوضات أيضاً. مناسق الشؤون الأوروبية أكد التوصل إلى ورقة مشتركة تشمل جميع الأبعاد المختلفة للمفاوضات. لدينا الآن نص مشترك فضلاً عن بعض الاستثناءات البسيطة، ولدينا أرضية مشتركة للمفاوضات. لقد عرضت اليوم اقتراحات على الطاولة من وفود مختلفة في اجتماع اللجنة المشتركة، وقد جرى التوافق على أن هذا النص هو القاعدة المشتركة الأساسية للمفاوضات. المندوب الصيني تمنى بدوره التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. نأمل أننا حين نعود إلى الجولة الثامنة أن نركز بدقة أكثر على النص الذي خرجنا به بشأن النشاط النووي وعلى رفع العقوبات، وفي الجولة المقبلة سيكون لدينا نظرة أشمل، ونأمل أن نرى اتفاقا قبل نهاية العام. الترويكا الأوروبية دعت إيران إلى التحرك بخطى حثيثة عند انطلاق الجولة المقبلة، ورأى مسؤول الوفود الألمانية والفرنسية والبريطانية أنه لم يبقى سوى مسافة تقاس بالأسابيع قبل تلاشي فوائد اتفاق منع الانتشار النووي. جولة جديدة من المفاوضات متوقعة قبل نهاية العام الجاري، يتمنى المنسق الأوروبي فيها أن تكون الأخيرة، وأن يتمكن المفاوضون من التوصل إلى الاتفاق على خلفية التقدم المحرز خلال الأيام الأخيرة. موسى عاصف، فيينا، الميادين. هذا وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بمشاهدة محتوى ما تسجله الكاميرات في مشاة كرج الإيرانية من دون القدرة على التصرف في المحتوى، وأوضح أنه لا يمكن للوكالة الاطلاع على محتواها إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين طهران ودول مجموعة الأربعة زائدا واحد.
عندما توافق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك ستكون لدينا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات. الشرط المسبق أو الافتراض الذي تم على أساسه توقيع هذه الاتفاقية هو أنه سيحدث عندما يكون هناك اتفاق، وأفترض أن الاتفاق سيأتي عندما يتم رفع العقوبات، ولكن هذا أمر يقرره الآخرون. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مساعد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قوله أن بنيامين نتنياهو كان على استعداد لمحاربة إيران حتى آخر جندي أمريكي. الموقع كشف في تقرير له أن أزمة نشبت بين ترامب وتل أبيب بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني. ونقل عن المسؤول الأمريكي السابق خيبة إدارة ترامب من دور إسرائيل المحدود في الجريمة برغم ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو استعداده لمحاربة إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك حذر من أمر غير بسيط ستواجهه إسرائيل داخليا إذا جرت مواجهة إيران. وخلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 الإسرائيلية أكد باراك أن الخطة باء يستغرق إعدادها سنوات عديدة لا فورا، لأنه أمر مادي تقني، لذلك يجب تجهيزها من الآن. من نهج الضغط إلى التدخل المباشر في الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية، قرار اتخذته أيباك بعدما مارست لعقود أسلوب الضغط من خلف الأضواء لمصلحة إسرائيل. فما أسباب هذا التحول في قرارها؟ تقرير حسن الشرارة. بعد أكثر من 7 عقود على تأسيسه، يدخل أخيرا اللوبي الإسرائيلي الأقوى على الساحة الأمريكية إلى المشهد السياسي في الولايات المتحدة، مع إعلان لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بأيباك إنشاء لجنتين منفصلتين تهدف وفق مسؤولين في اللوبي إلى جعله أكثر نجاعة في أداء مهمته في البيئة السياسية الحالية. أنشئت اللجنتان في سياق موازن مع تخصيص الأولى والمسمات باللجنة العليا للعمل السياسي سوبر باك في سبيل جمع أموال للحملة الانتخابية لمرشح أو حزب سياسي، أما الثانية فستعمل على دعم أعضاء الكونغرس والمرشحين المؤيدين لإسرائيل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد سميت بفيدرال باك. بناء على ما سبق، باتت للوبي الإسرائيلي أيباك يد في رسم مسار المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة، لتمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً للوبي الذي ظل بعيداً لفترة طويلة عن هذه الملفات، وفق ما رأت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، والتي أضاءت بدورها على الحاجة إلى مواجهة المشاعر العلنية المعادية لإسرائيل في الكابيتول الأمريكي. وعلاوة على ذلك، باتت أيضاً للوبي الإسرائيلي فرصة في تكوين بيئة مواتية للمصالح الإسرائيلية على المستوى السياسي الأمريكي بشكل أكثر شمولية. ترى أيباك في الخطوة فرصة لتعميق وتعزيز مشاركة المجتمع المؤيد لإسرائيل بصورة مهمة في السياسة، وفي السياق ذاته تعمل على تطوير حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي ككل، سعيا لاستقطاب العدد الأكبر من الأعضاء أولا وبث أجنداتها في مواجهة المناهضين لإسرائيل ثانيا، وهو ما ترجم بشكل واضح في مهاجمة أشد منتقدي إسرائيل من اليسار الأمريكي كالنائبتين إلهان عمر ورشيدة طلايب. تصدى شبان مقدسيون لمجموعة من المستوطنين ليلة أمس الجمعة بعد محاولاتهم الاعتداء عليهم أثناء وجودهم في البلدة القديمة من القدس المحتلة. وحاولت مجموعة من المستوطنين المسلحين الاعتداء على شبان أثناء وجودهم في طريق الواد بالبلدة القديمة، إلا أن الشبان عملوا على صد عدوانهم وطردهم من المكان. أصيب أكثر من 150 فلسطينيا خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين الذين هاجموا عددا من قرى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. كذلك تصدى الفلسطينيون للاعتداءات على جبل صبيح في بلدة بيتا. وفي بلدة قريوتش جنوب نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بعدما هاجم المستوطنون المنازل واعتدوا على المواطنين. هذا وتواصل قوات الاحتلال البحث عن منفذي عملية حومش التي قتل على إثرها مستوطن، وانتشرت قواتها في كشكول ببلدة كفراعي جنوب جنين، وأطلقت القنابل المضيئة في المنطقة قبل أن تنسحب بعد عمليات تفتيش وتمشيط في البلدة. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، صباح الخير. إذا ما هي آخر المعطيات حول اعتداءات الاحتلال والمواجهات في القدس والضفة الغربية؟
صباح الخير. لا، اولا لابد من القول بان الفلسطينيين افشلوا الهجمه الكبيره التي شنها المستوطنون والجيش على سكان الضفه الغربيه يوم امس، بالذات شمال الضفه الغربيه. دفعوا بثلاث كتائب استخبارات عسكريه ودفعوا بمستعربين وقوات خاصه لمعرفه جهه المنفذ للعمليه، فباءت المخابرات الاسرائيليه بالفشل. نقطه ثانيه، بأن المخابرات الإسرائيلية عمياء ولا تملك رأس خيط وتراهن على أن يخطئ المنفذون خطأً استخبارياً يؤدي لاعتقالهم. ثلاث، حذر قادة إسرائيليون وجنرالات عبر التلفزيون الإسرائيلي بأن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون والاقتحامات للقرى ومحاولة إحراق المنازل هي تصب في صالح تصاعد الانتفاضة وليست تردع الفلسطينيين. وصل الأمر إلى مستوى نقاش جاد وحقيقي بين الجنرالات وبين السياسيين حول جدوى السياسة، وهل نحن أمام سلسلة عمليات أم لا. استطيع القول بأن القرى حصنت نفسها بالدفاع الشعبي، الأهالي رفضوا الاختباء في البيوت ونزلوا إلى الشوارع، تراجع المستوطنون، جيش الاحتلال حذر جدا في استفزاز المواطنين، والعملية عملية حومش لا تزال تعتبر سقطة للنظام الأمني الإسرائيلي الاستيطاني الذي اعتقد بأنه محصن من العمليات ومن الانتفاضة. إذن يعني في هذا الإطار كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة كشكول من أجل البحث عن منفذي العملية، هل من معلومات حول كيفية حدوث ذلك، أو لربما هل من تعاون ما من أجل حماية هؤلاء المنفذين الذين تسميهم قوات الاحتلال منفذي الاعتداء؟ أولا إذا تلاحظي في 24 ساعة الماضية الإعلام الفلسطيني والإعلام العربي يصمت صمتا متعمدا ومقصودا تجاه ما المنفذين، لا يساعد لا يساهم المخابرات الإسرائيلية في متابعة هذه الخلية، وبالتالي لن تجدي في الصحافة الفلسطينية أي شيء حول هذا الموضوع. بالعكس، الأهالي أزالوا الكاميرات ورفضوا ربط العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل على الضفة الغربية باعتقال الخلية أو مطاردتها. اثنين، الإسرائيليون يبحثون عن السيارة التي نفذت العملية، رغم أنه في الشهادة الأولى للمستوطنين لم يكن هناك سيارة. الفدائيون المسلحون بأسلحة أوتوماتيكية كانوا أطلقوا النار من وراء الأشجار، لكن القتيل ظل يسير بالسيارة وينزف الدم حتى يعني ينجو الثلاثة الذي معه، ولا كان حتى مقتل المستوطنين الأربعة. قصصوا الأثر المخابرات، الطيران الذي تم استدعائه، المسيرات، كلاب الأثر، كلها باءت بالفشل. الآن يبدو أنهم يبحثون عن سيارة، وتركز البحث في منطقة كفر راعي، القرى منطقة جنوب جنين، لكن مجرد تهويمات ومحاولة تحقيقات جماعية مع سكان القرى لمعرفة أي شيء. لا يوجد لدى المخابرات الإسرائيلية أي داتا، لذلك التحقيقات عشوائية وتحت بند العقوبات الجماعية على السكان الفلسطينيين. مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام حدثنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. حذر القيادي في حركة حماس مشير المصري إسرائيل من مغبة المراهنة على استمرار فرض الخناق والتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، وشدد على أن المستوطنين في غلاف غزة لن ينعموا بحياة كريمة ما لم ينعم بها سكان القطاع. وخلال مسيرة في مدينة غزة احتفالا بالذكرى 34 لتأسيس حماس، أشار المصري إلى أن الحركة لن تصمت طويلا إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة. لن تصمت المقاومة طويلا إزاء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. نحذر العدو من مغبة المراهنة على الحصار واستمرار الخناق والتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني، وإن كل خيار مفتوح أمام حماس والشعب في سبيل توفير الحياة الكريمة. ندعو قيادة السلطة إلى وقت العبث بواقع المخيمات الفلسطينية في لبنان وعدم جرها إلى مربع الاقتتال الداخلي والصراعات من خلال استهدافها لثلة من أبناء حماس والقسام في البرج الشمالي.
أفاد مراسل الميادين أن الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطروا على مواقع جديدة في المحيطين الجنوبي والشرقي لمنطقة اليتامى، المركز الإداري لمدينة خب والشغف الحدودية مع نجران السعودية شمال شرق اليمن. يأتي ذلك بعد أن حقق الجيش واللجان تقدما في عملية عسكرية نفذتها بمنطقة جيزان جنوب السعودية. مصادر يمنية أفادت بمقتل وجرح أكثر من 30 جنديا سودانيا في العملية. ومعنا من صنعاء مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد أهلا وسهلا بك. إذا ما هي آخر التفاصيل حول التطورات الميدانية الأخيرة؟ صباح الخير. هناك هجمات واسعة ومتعددة على أكثر من جبهة للجيش واللجان الشعبية. أهم هذه الهجمات ربما تكون في منطقة اليتمى في محافظة الجوف، وهي المركز الإداري لمديرية خب والشغف الحدودية المحاذية لنجران بالسعودية. خلال الساعات الماضية كما تؤكد المعلومات المصادر المحلية الميدانية والعسكرية، تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على سوق اليتمى ومقر المحور العسكري الشمالي في المحافظة بعد عملية عسكرية واسعة لقوات صنعاء هاجمت من خلالها وتمكنت من الوصول إلى مواقع قوات هادي والتحالف السعودي رغم الإسناد الجوي لمقاتلات التحالف السعودي هناك. وهناك أيضا مصادر تتحدث عن يعني تمكن الجيش واللجان من السيطرة يعني على منطقة اليتمى بشكل كامل، لكن حتى هذه اللحظة هذه المعلومة لم يتم التأكد منها، لكن في الواقع هناك تقدم كبير في هذه المنطقة. هناك سيطرة على مواقع وأيضا على مراكز عسكرية ومعسكرات تابعة لقوات هادي والحزب الإصلاح، وانتقال المعارك باتجاه الصحراء التابعة يعني ما بعد منطقة اليتمى. وكان هناك خلال الساعات الماضية بالأمس يعني غارات مكثفة على مناطق ومواقع متعددة في اليتمى وأيضا في على المجمع الحكومي في مركز محافظة الجوف في منطقة الحزب، وأيضا غارة على مدرسة بالجبل يعني في إحدى المواقع هناك. على كل هذه يعني واحدة من الجبهات الساخنة في الجوف بعد تقدم الجيش واللجان الشعبية فيها. وهنا كان العملية الأهم ربما هي في منطقة الحتيرة في جيزان السعودي. هذه المنطقة تمكنت أو تمكن الجيش واللجان الشعبية من استعادة السيطرة على مواقع عسكرية مهمة فيها بعد يعني هجوم أيضا من محاور متعددة، والوصول إلى هذه المواقع بعد الاشتباك المباشر مع قوات التحالف السعودي من بينها قوات سودانية سقط منها أكثر من 30 قتيلا وجريحا كما تفيد المصادر العسكرية والميدانية. أيضا هناك من بين القتلى من القوات اليمنية التابعة لهذه سقطوا في تلك المواجهات، وتمكن خلالها الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على جبل يعني عدة مواقع عسكرية في هذه القرية التي كانت قوات صنعاء تسيطر عليها منذ العام 2016. والهجوم اليوم عليها ودخول هذه المنطقة ربما ينبئ بمرحلة جديدة لقوات صنعاء تتجه باتجاه المناطق السعودية الحدودية. مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تنسق مع فرنسا بشأن لبنان وتدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين على حد تعبيره. في غضون ذلك تستمر المحاولات الأمريكية للضغط على لبنان عبر شن حروب سياسية واقتصادية ومالية بعد فشل حروبها العسكرية في ضرب صورة المقاومة حفظا لأمن حليفتها إسرائيل. أوغاري الدندش. خاضت الولايات المتحدة لسنوات طويلة حربها ضد المقاومة في لبنان متلطية خلف حليفها الإسرائيلي، لكن حساب الميدان لم يتوافق وحسابات الإدارات الأمريكية المتتالية. حروب تليها حروب، والمقاومة تزداد قوة على الجبهات وامتدادا شعبيا عابرا للمناطق والطوائف في الداخل.
وعلى الرغم من تعايشها الظاهري سابقاً مع تواجد حزب الله في مؤسسات الدولة اللبنانية، إلا أن الأمريكيين لم يملوا من محاولات إضعاف الحزب داخلياً من خلال حلفائهم اللبنانيين بالتزامن مع حروب إسرائيل. كل هذا قبل أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرار الدخول في هذا الصراع مباشرة عبر الباب الاقتصادي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. حصار اقتصادي وعقوبات أمريكية نتائجها تطال الشعب اللبناني بأكمله. بنك الأهداف الأمريكي لم يوفر الحليفة ولا الصديق كما عادت بلاد العمسام في التعامل مع أدواتها، ومشهد الانسحاب من أفغانستان لا يزال ماثلاً في الأذهان. في أيلول سبتمبر عام 2020 كشف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة أنفقت 10 مليارات دولار في لبنان على القوى الأمنية من جهة وعلى منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وأعلن هيل خلال الجلسة نفسها أن بلاده ستستخدم نفوذها لمعاقبة من يعاونون حزب الله. حرب سياسية ومالية واقتصادية شرسة تخوضها الإدارة الأمريكية ومعها دول خليجية تقودها السعودية، ومن جهة أخرى تدير حربا ناعمة تستخدم المجتمع المدني بهدف تشويه صورة حزب الله وتحميله مسؤولية انهيار مؤسسات البلاد. تتغير الإدارات الأمريكية ظاهرياً وتبقى السياسة الأمريكية تجاه لبنان في العمق نفسها. هدفها أمن حليفتها إسرائيل وضرب المقاومة. من تجرف هذه السياسة في طريقها من أدوات وأصدقاء أمر كما قال رئيسها السابق جورج بوش يبقى مصنفاً ضمن خانة الأضرار الجانبية لحروبها. النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد أهلا بكم. في ليبيا قضت محكمة استئناف مصراتة بوقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي الرئاسة، ما يعني إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد. واستند قرار المحكمة إلى بطلان تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم إلى بطلان قراراتها كافة، مع العلم أن من المقرر إجراء الانتخابات أو انتخابات رئاسية في ليبيا يوم 24 من الشهر الحالي ثم أخرى برلمانية بعدها بثلاثين يوما. اللواء في الجيش الليبي في شرق البلاد خالد المحجوب أكد التوصل إلى اتفاق من أجل فض النزاع وإنهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي خلال الأيام الماضية. وقال المحجوب إنه بتدخل أعيان وحكماء القبائل بمدينة سبها باشر المدعو مسعود جادو تسليم أسلحته ومقاره للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. وذكر البيان أنه جرى تأليف لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام. وسط انقسام من بين مؤيدين لإجراءات الرئيس قيس سعيد ومعارضين لها، تحيي تونس الذكرى 11 للثورة في موعدها الجديد الذي أقره سعيد. وتجلى الانقسام في التظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة فيما غابت الاحتفالات الرسمية بهذه الذكرى. تقرير سميحة البغانمي. إجراءات 25 من جويلية مثلت منعرجا سياسيا مهما عبرت عنه غالبية الشعب في التحرر من عشرية شهدت أسوأ مرحلة برلمانية وسياسية واقتصادية، لذلك لا رجوع إلى الوراء. هذا ما أجمع عليه أنصار الرئيس قيس سعيد خلال تظاهرهم في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى 11 للثورة، مؤكدين ضرورة بناء مرحلة جديدة. كيف تكون ثورة 2021؟ الأمر مختلف، وعلينا أن ننتبه أن بناء مبني على قواعد والآليات القديمة هو بناء فاشل، وعلينا جميعا أن نفكر ونبتكر وأن نبحث على ما هو أجدى
مساندين للمسار، مساندين للمسار الإصلاح ومسار إسقاط المنظومة الفاسدة والمنظومة الفاشلة، منظومة الخراب التي جثمت على دولتنا مدة 10 سنوات. بين تحركات داعمة لإجراءات الرئيس قيس سعيد وأخرى رافضة لها، أحيا التونسيون الذكرى 11 لاندلاع الثورة، ذكرى تترافق مع دعوات بضرورة الوحدة من أجل بناء تونس جديدة. في المقابل أحزاب سياسية تظاهرت رفضا لإجراءات الرئيس الأخيرة واعتبرتها تفردا بالسلطة، مؤكدة أنها ستواصل التحركات دفاعا عن الديمقراطية حتى إسقاط ما وصفوه بالانقلاب. السلطة كلها مجمعة في يد الشخص الواحد، وهذا يرفضه الشعب التونسي. حتى في إجراءات كان يمكن أن يقوم بها في أسابيع أو أشهر هو أراد أن يأخذ سنة ونصف. عبرنا عن موقفنا لرفضنا لهذا وسنواصل في النضال المدني من أجل التصدي لهذه الإجراءات. أما في سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة فقد شهدت احتجاجات للمطالبة بالتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية للأهالي. سميحة البغانمي، تونس الميادين. ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيرته الألمانية كريستينا لامبرخت التدابير المشتركة لمواجهة التهديدات المختلفة وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية. وفي بيان أشارت الوزارة إلى أن الطرفين ناقشا ما وصف بأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في أوروبا الشرقية وضمان وحدة حلف الناتو، إضافة إلى حفظ الدينامية الإيجابية للاستثمارات في الدفاع وتوسيع التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية استعداد الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي للحوار مع روسيا بشأن مطالبها الأمنية، وأضاف أن واشنطن ستعمل أيضا على طرح مخاوفها على الطاولة. إن الدول 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي كانت واضحة في بيان الحلف بالاستعداد للحوار مع روسيا. لقد طرحت روسيا الآن مخاوفها بشأن الأنشطة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، ونحن سنطرح على الطاولة أيضا مخاوفنا بشأن الأنشطة الروسية التي نعتقد أنها تضر بمصالحنا وقيمنا. هذا هو أساس المعاملة بالمثل الذي سنعمل عليه في أي حوار. من جهته أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن موسكو لا تهدد أحدا، إلا أن العضوية المفترضة لأوكرانيا في الناتو تتجاوز الخطوط الحمر للمصالح الوطنية الروسية. كلام أنتونوف جاء ضمن مقابلات مع مجلة نيوزويك الأمريكية، حيث وصف التحذيرات الأمريكية بشأن الوجود العسكري الروسي المتزايد بالقرب من حدود أوكرانيا بالدعاية، وشدد على رفض موسكو لاستمرار عسكرة أوكرانيا بمشاركة الناتو ووجود القوات الغربية على أراضيها والانضمام المفترض لأوكرانيا إلى الحلف. ومعنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي، أهلا وسهلا بك. إذن تصريحات أنتونوف كيف تقرأ في ضوء الاقتراحات الروسية الأخيرة حول نظام الضمانات؟ صباح الخير. طبعا بعد هذه التصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أيضا أدلى بتصريحات تعقيبا على ردود الفعل في حلف شمال الأطلسي وواشنطن، والتي ارتأى فيها عدم رغبة الغرب في إجراء حوار فعلا عملي وبناء لتبديد المخاوف الروسية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لها، والتي قدمتها روسيا من خلال مسودتي وثيقتين ونشرتهما بالأمس. طبعا الجانب الروسي لا يريد الحوار فقط في سبيل الحوار، وإنما يريد حوارا بناء تجري فيه وضع كافة الأمور على الطاولة وتأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية، وكذلك فيما يتعلق بالخطوط الحمر الروسية، إذ أن الغرب صحيح يتحدث عن الحوار ولكنه يريد أيضا في الوقت نفسه أن يقول بأنه لن يقبل بأي خطوط حمر من روسيا، وأيضا هذا يتعلق بحق أي بلد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وروسيا ليس لها أي سلطة وليس لها حق النقد في مثل هذه المسائل. لذلك يبقى هذا الحوار يعني افتراضيا وحول أمور غامضة،
وريبكوف بالمناسبة أيضا صرح اليوم وبالأمس وأيضا أكد لي هذا الموضوع، وهو أن الولايات المتحدة تضع شروط لكنها لا تعرف كيف يعني كيف تعبر عن هذه الشروط، يعني تطالب موسكو بتنفيذ اتفاقات مينسك، واتفاقات مينسك هي بين أطراف أوكرانية بين كييف وبين الانفصاليين في دونباس، وأيضا فيما يتعلق بالتهديدات المتعلقة بالأمن القومي الروسي ريبكوف قال هم يعني اجتازوا وعبروا كل الحدود المعقولة، وكأنهم يعتقدون بأن روسيا أيضا لا يمكن أن تعبر هذه الحدود، روسيا أيضا يمكن أن تعبر هذه الحدود. لا أدري هل إذا كان تصريحه هذا حقيقة تعبيرا حقيقيا أم مجازيا، لكنه أكد بأن روسيا سترد بالمثل على أي خطوات استفزازية تهدد أمنها. إذا يبقى هذا الآن تراشق عبر وسائل الإعلام، لأن ما يجري في الكواليس يبدو يعني إلى حد ما غامضا، خاصة أن روسيا أعلنت اليوم عن بدء مفعول المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين قبل فترة حول الخروج من معاهدة السماء المفتوحة بعد أن خرجت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة قبل بضعة أشهر. إذا نحن نرى تراشق إعلامي وأيضا تصعيد في على مستوى الخطوات. أيضا الولايات المتحدة على سبيل المثال تريد لروسيا أن تسحب قواتها، يعني أنه يعني تريد أن تقع القوات الروسية في أماكن الغرب هو يحددها وليس روسيا، يعني روسيا تقول أن قواتها على أراضيها تتحرك وفق يعني البرامج المعدة مسبقا وفق خطط التدريب وأيضا وفق تواجدها بشكل مستمر في ثكناتها العسكرية، وليس من حق الولايات المتحدة أن تحدد أين يجب أن تقع القوات الروسية في هذه المنطقة. سلام، هل يعني ذلك أن الأمور متجهة نحو مزيد من التوتر ولا ربما نحو مواجهة عسكرية؟ طبعا الكل يستبعد مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لكن يعني وضع أوكرانيا ككبش فداء في هذا الكباش الروسي الغربي هذا ليس مستبعدا، أن يتم التضحية بأوكرانيا في سبيل استنزاف روسيا وجرها إلى معركة داخل أوكرانيا، هذا الأمر لا يستبعد أبدا، وروسيا تحاول أن يعني تتجنبه، لكن في نفس الوقت هناك استفزاز مستمر وهناك تحريك للقطاعات العسكرية الغربية على امتداد الحدود الروسية الغربية، وأيضا يعني يجب أن نأخذ في نظر الاعتبار بأن مثل هذه التصريحات ومثل هذا التراشق ربما هو أيضا يعني في الوقت نفسه إلى جانب التصعيد هو أيضا محاولة لرفع السقف في أي مباحثات ممكنة مستقبلا، وهذا رأينا على سبيل المثال قبل المحادثات الأخيرة التي جرت بين الرئيسين بوتين وبايدن، أيضا تم رفع سقف يعني كان هناك تراشق إعلامي وكان هناك تصعيد وكان هناك رفع للسقف لكي تجري هذه المباحثات، وهذا الشيء أيضا لا يستبعد حتى في هذه المرحلة. نعم. مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، شكرا جزيلا لك. وكانت موسكو قدمت مسودتي اتفاقيتي الضمانات الأمنية بشأن تسوية الأزمة الحالية رافضة على نحو قاطع ضم أوكرانيا لحلف الناتو. على وقع التهديدات الغربية وتصعيد الخطاب ضد روسيا تحافظ موسكو على هدوئها، فهي تعتبر أن إشاعة فكرة مهاجمة أوكرانيا هي حملة تضليلية يشنها الغرب ضدها. وفي هذا الإطار كشفت الخارجية الروسية عن اقتراحات قدمتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء نظام ضمانات أمنية يساهم في خفض التوترات العسكرية في شرق أوروبا بهدف إنشاء مجلس بين روسيا والناتو يشارك في حل الخلافات سلميا والحد من التدريبات العسكرية التي تحاكي استخدام أسلحة نووية. وبحسب المشروع الروسي تقترح موسكو تعهد حلف الناتو باستبعاد انضمام أوكرانيا إليه وتدخل واشنطن لمنع توسيعه، تعهد كل من روسيا والناتو بعدم نشر صواريخ في منطقة مجاورة يمكن أن تصيب الطرف الآخر، يعمل الناتو على منع وقوع حوادث بحرية وجوية في البحر الأسود وبحر البلطيق، تلتزم موسكو وواشنطن بإزالة البنية التحتية لنشر الأسلحة النووية خارج أراضيهما.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اعتبر أن لا حلول دون هذه المقترحات. انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يشكل تهديدا غير مقبول لأمن روسيا ويحمل مخاطر لجميع الدول. من المعلوم جيدا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن افتراض ضم أوكرانيا للحلف واحتمال ظهور صواريخ هجومية عند حلولنا تصل إلى وسط روسيا خلال فترة زمنية قصيرة يشكل تهديدا غير مقبول لأمن بلادنا. ريابكوف اقترح فتح باب المفاوضات مع واشنطن وقال إن موسكو اقترحت عقدها في جنيف. وأكد ريابكوف أن المقترحات المقدمة هي وسيلة لإعادة تأسيس التعاون الروسي الغربي في ظل الغياب التام للثقة المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار العدوانية التي يشكلها حلف شمال الأطلسي في وجوده بجوار روسيا. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أعلن أن الحلف تلقى مسودة الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا، وأشار إلى أنه يرى أن الحوار في هذا الشأن يجب أن يأخذ مخاوف الحلف في الاعتبار فضلا عن رأي أوكرانيا. لقد تلقينا مقترحات روسيا الأخيرة. نحن واضحون أن أي حوار مع روسيا سيحتاج أيضا إلى معالجة مخاوف حلف شمال الأطلسي بشأن تصرفات روسيا، وأن يستند إلى المبادئ والوثائق الأساسية للأمن الأوروبي، وأن يتم بالتشاور مع شركاء الناتو الأوروبيين مثل أوكرانيا. أوضح حلفاء الناتو أيضا أنه إذا اتخذت روسيا خطوات ملموسة لتقليل التوترات فنحن مستعدون للعمل على تعزيز إجراءات بناء الثقة. ندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بقرار واشنطن إبقاء كوبا على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، وذلك بعد عرض التقرير السنوي الأمريكي حول الإرهاب. رودريغيز غرد عبر تويتر أن السياسة الرخيصة والانتهازية هي التي تملي مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأكد أن واشنطن لا تستطيع تقديم أدلة موثوقة لتبرير قرارها. بعد فرض الحكومة الفلسطينية حسومات على رواتب موظفيها تصل إلى 25%، إنذار بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للموظفين والقطاعات التجارية على حد سواء. التفاصيل في تقرير أحمد غانم. نحو مستقبل مجهول يمضي هذا الرجل حاملا على عاتقه المسؤولية عن توفير العلاج لنجله المصاب بإعاقة دائمة، مسؤولية يبدو أنها ستصبح أكثر تعقيدا، ولا سيما أنه بالكاد يستطيع توفير متطلبات أسرته، وخصوصا بعد حسم الحكومة الفلسطينية 25% من راتبه على غرار آلاف الموظفين. عندي ثلاث أبناء الثلاثة طبعا لهم في الجامعات، عندي طبعا طفل مريض، وعندي أنا بيت ساكن في بيت بالأجار. الآن بالسابق أنا في راتب ما كنتش أنا قادر أعيش بسبب طبعا ظروف الحياة الصعبة، فما بالك لما بيتم خصم 25% من الراتب، كيف بدها تكون حياتي؟ يعني حياتنا اليوم إحنا أصبحت جحيم. انعكاسات القرار لم تطل تأثيراتها الموظفين فحسب، بل امتدت لتطال القطاعات الحيوية التجارية وعلى رأسها الأسواق التي تعتمد على رواتب الموظفين في إنعاش الحركة الشرائية التي تتراجع يوما بعد آخر نتيجة عوامل مختلفة أهمها تدني العوائد المادية. فوق ما الوضع الاقتصادي في غزة منهار وإحنا بلد محاصرة وفيش إشي بيمشي سوق التجار إلا قبضة الموظفين، ما في داخل غير على غزة إلا الموظفين، فالموظفين تيجي كمان تخصم عليهم 25%، يعني معناته بدكم تموتوا غزة وشعب غزة بالمرة. نحن نتحدث عن تراجع قيمة السيولة النقدية الواردة للأسواق، وبالتالي انعكاس سلبي على القدرة الشرائية والقوة الشرائية في الأسواق، وانعكاس أخطر على القطاعات التجارية التي تعاني بشكل قاسي نتاج الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وترجع الحكومة الفلسطينية قرار الحسم إلى أزمتها المالية المستجدة بفعل احتجاز إسرائيل أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي لميزانية السلطة. ويشكل اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات والمنح الدولية من دون إيجاد روافد مالية ثابتة لخزينتها خطرا يهدد استقرار السلطة المالية وينذر بأزمات اقتصادية وإنسانية أعمق. أحمد غنم، غزة، الميادين.
افتتحت في خان الشوني داخل المدينة القديمة في حلب النسخة الثانية من معرض المنتجين لأصحاب الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر التي تمثل اليوم أحد السبل التي تنتهجها دمشق للتخفيف من آثار العقوبات الغربية عليها. تقرير رضا الباشا. تحديا للواقع وبحثا عن سبل لتذليل آثار العقوبات الغربية على سوريا، في عاصمتها الاقتصادية حلب اجتمع في خان الشونة قرابة 300 منتج من أصحاب الصناعات المتوسطة والصغيرة في معرض على مدار أيام خمسة يتضمن صناعات نسيجية وغذائية إلى جانب الصناعات الكيميائية والإلكترونية. مكناهم من استثمار الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا المعرض بالالتقاء مع شركاء محتملين أو حتى بالبيع المباشر لمنتجاتهم للزوار اللي إذا ملاحظ من الساعات الأولى توافدوا من كل حلب، ومتوقع بالأيام المقبلة لأن المعرض يمتد حتى 20 من هذا الشهر أن يكون هناك زوار من كل المحافظات السورية. تؤمن الصناعات المتوسطة والصغيرة جزءا كبيرا من حاجة السوق السورية، كما لها أهمية في تأمين سوق العمل ما يخفف من البطالة في البلاد. بالعكس الورشات الصغيرة هي الأهم، لأنه أولا أسعارها كلفة الأساسية ما فيها آلات غالية كتير، فكلفة الرئيسية بتكون أقل، وبالتالي بتوفر للناس أسعار أقل، بتوفر حتى بالتصدير. في شغلة كتير مهمة، قطاع الأعمال الصغيرة بالعالم بيحقق 35% من الناتج القومي، بيستهلك 65% من العمالة. دعم هذا النوع من الصناعات يعطي فرصة لسوريا لتأمين منتج محلي يمكن من خلاله التخفيف من آثار العقوبات المفروضة على البلاد. هاي مشاركتنا أول مرة بهالمعرض. طبعا احنا بلشنا الشغل بال 2019 تقريبا، يوم اللي استلمنا المساعدات المالية، على موجبة بلشنا المشروع. جهود وسبل عديدة تسعى من خلالها الحكومة السورية إلى التخفيف من آثار قانون قيصر الرامي لشل اقتصاد البلاد. الرهان على الورش الصغيرة والصناعات المتوسطة في سوريا ينبع من أهميتها في تأمين عمالة في ظل الظروف الاقتصادية الحاكمة، إضافة لدورها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية الغربية المفروضة على البلاد، وما لها من دور في تأمين حاجات السوق السورية بأسعار منافسة لكل ما هو مستورد من جهة، إضافة لأسعار منافسة للمنتج الداخلي في الشركات الكبيرة والمصانع الضخمة. رضا الباشا، خان الشونة، حلب، الميادين. تمثل أبيجان مزيجا مهما من حضارات متعددة ومتنوعة من حول العالم، إذ يعيش في هذا البلد مواطنون أتوا من مختلف بلدان العالم إلى جانب السكان الأصليين في ساحل العاج. وكما كان لتنوع الثقافات والأعراق دور في صهر الحضارات، كان للفن أيضا دور مهم ومؤثر في بلد مثل ساحل العاج. تقرير علي مرتضى. حكاية هذا التقرير كانت عبارة عن مصادفة جميلة، فعندما حضرنا للقاء هذه السيدة وهي مديرة لمطعم فرنسي في أبيجان، كان الهدف إجراء مقابلة معها والبحث عن أجانب آخرين يعيشون في أبيجان للإضاءة على لقاء الحضارات في المدينة. وهنا جاءت المصادفة. ليلة كل خميس وابتداء من الساعة الثامنة لدينا نشاط فني متعلق بالرسم، حيث يأتي أشخاص إلى هنا من مختلف الجنسيات، ما بين 40 و70 شخصا من حضارات مختلفة يلتقون هنا ويشكلون ما يشبه حوار الحضارات. عدنا ليلا إلى المكان نفسه، وكانت للفن لمسته الساحرة في تقريب هذا المزيج من الأشخاص المنحدرين من أصول مختلفة. في أبيجان هناك خليط من المجتمعات من لبنان والكاميرون وأوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان. ما نبذله من جهد في نشاطنا مكننا من تحقيق اختلاط بين الحضارات في أبيجان. اعتدت أن أعيش في بلدان مختلفة، الناس هنا كثيرو الترحاب وهم مؤدبون وقريبون إلى القلب. أبيجان تضم خليطا مجتمعيا يسمح لنا بتجربة فريدة على أرض أفريقية على الأرض الأم. بالنسبة إلي أنا سعيد للغاية في العيش هنا في أبيجان. عندما وصلت في البداية إلى أبيجان كان الأمر صعبا للغاية، ولكنني الآن أحب العيش هنا. دائما ما أقول لأصدقائي وعائلتي إن أبيجان مسلية وعليكم المجيء.
العيش في أبيجان مختلف. لقد انتقلت إلى هنا من دبي، وكنت معتادة في دبي اختلاف الثقافات ولم أتوقع أن أجده هنا. مدينة تجمع في ثناياها سحر الفن ورونق لقاء الحضارات، مدينة جمعت في أزقتها شرق العالم بغربه، هي أبيجان اللوحة الفنية الإنسانية الحية في قلب أفريقيا. علي مرتضى، أبيجان، الميادين. ومع هذا التقرير من قلب القارة السمراء نصل إلى ختام النشرة، وفي تذكير بعناوينها. واشنطن تصف محادثات العودة للامتثال إلى الاتفاق النووي بأنها لا تسير على ما يرام، وبقري كاني يؤكد للميادين أن المسودات الإيرانية ستكون أساس المفاوضات. قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في القدس المحتلة ونابلس وجبل صبيح. الجيش واللجان يسيطرون على مواقع جديدة في منطقة اليتامى شمال شرق اليمن، ويحرزون تقدما في عملية عسكرية بمنطقة جيزان جنوب السعودية. أنتونوف يحذر من أن العضوية المفترضة لأوكرانيا في الناتو تتجاوز الخطوط الحمر للمصالح الوطنية الروسية. كوبا تندد بقرار الولايات المتحدة إبقائها على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. وكان في النشرة: أبيجان خليط من المجتمعات ومزيج من الحضارات المتنوعة من حول العالم. لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا لطيب المتابعة، ودائما بحفظ الله ورعايته.